Nabi Muhammad bin Rahman bin Muhammad bin Ali bin Al-Sayyidah Tabariyan Al-Tabariyan Masih Fa'alahullah Ar-Raziyah Tabari Al-Tabariyan Ma'ana Diyah Sayyidah Din Abu Abu Qasim Abu Rahman Abu Abiyah Sarmin Betul Sayyidu Bulayna Al-Qasim Al-Masih Asus Fa'alah Barna Diyah Lima Al-Habu Khatibu Makat Abu Hakim Ar-Rabi Al-Abdul Nabi Bin Al-Marad Al-Quraziyah Ma'arun Sayyidah Al-Din Mayan Masih Al-Masih Imam Fa'alah Barna Bin Imam Al-Qalil Islam Fa'adul Haramin Abu Abdul Murad Muhammad Bin Ali Bin Al-Sayyidah Sayyidah Al-Tabari Al-Masih 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 وَأَوْصَاهُ بِمَعْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أَوْصِكُمْ بِاللَّهِ بِذَلِكَ لَا قَاتِلُوا بِالْقَوْلِ بِاللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَمْشُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وقدروهم أنهم المسلمين لهم ما لهم عليهم ما عليهم وادعوهم إلى التحول إلى دار الإسلام فإن أرضوا فاقبلوا من أنهم كانوا كعراء المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ولا في الفاء ولا في الغنيمة نصيب فإن أرضوا فادعوهم إلى عائق أيدي جدد فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم وإذا حاصرتم على حسين أو مدينة فسألوكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم فإن لا تظنون ما حكم الله فيهم ولكنهم على حكم أنتم محكومون فيهم بما رأيتم إذا حاصرتم على حسين أو مدينة فأرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن اعطوا ذماكم وذمام ابائكم فانكم ان تخبروا ذماكم فهو اهون رجع هذا الحديث الامام احمد بن الحسن في مسلوبه وفي كتاب الاثار قلت انا ارجي المقصود بكتاب الاثار بهذا الاسناد حديث مسلسل من فقهاء الشافعي قال فقي ولله في عنه وله معرفه من الاحاديث بالاثار التي تتبعها